الرابع من شهر تشرين الثاني الفائت، أي السنة الماضية، في قداس أحد تقديس البيعة، أطلقت مع أبناء وبنات رعية صربة سنة اليوبيل 150 لتشييد كنيسة مارجري الصربة التي تحولت في العام 1960 إلى كنيسة كاتدرائية لأبرشية صربة، ومن ثم في العام 1990 إلى كنيسة كاتدرائية لنيابة صربة البطريركية. نهنئكم جميعا، كل الذين لهم تعب في هذه الكنيسة من قريب أو من بعيد، ونذكر بصلاتنا كل الكهنة الذين تعاقبوا على خدمتها من البداية إلى اليوم، ونحن نأمل أن يعطي هذا اليوبيل ثماره الروحية المرجوة. وأنتم أيها الشباب والكبار الذين اعتصمتم كمواطنين موحدين تحت راية الوطن ومتجاوزين كل انتماء طائفي ومذهبي وحزبي، لا تخسروا هذا المكسب الكبير. ارفضوا كل اصطفاف ينال من وحدتكم، وتصرفوا بحكمة وفطنة تجاه كل من يستدرجكم للعودة إلى الانقسامات الفئوية، فمطالبكم والقضية اللبنانية توحدكم، ولبنان يعلو فوق كل اعتبار.